دي خطر جدا. صح، هي دي. انا بالنسبه لي كانت هذه هي الفرحه. جول جول جول. بالنسبه لي كانت هذه هي الفرحه. جول قوي جدا، تسديده صاروخيه. يعني يا 87 الهدف الثاني للنادي الاهلي، جول في وقت قاتل. الواحد عينيه احمرت ووشه احمر وكل حاجه. طيب فخليني اقول لحضراتكم مره تانية، انا برضو الحاجات دي بالمناسبه انا بفاجئ عليها والله على الهوا، لكن ماشي. فانا بالنسبه لي اليوم ده انا كان الواحد عينيه حمراء وتعبان، ويعني بصوا كنا غالين غل غير طبيعي، غالين غل رياضي يعني غير طبيعي. احنا كاهلاويه لا ننظر الى اي غل اخر، احنا مش كده، احنا ممكن نغل يعني. انت اظلمني بره الملعب، لكن انا هاجي جوه الملعب اكل النجيله واكسب المباراه واكسب البطوله واكسب كل حاجه، كل البطولات اللي انا عايز اكسبها. هو ده النادي الاهلي، وهذا هو الفارق ما بين النادي الاهلي، وده اللي تتعلمه دايما جوه النادي الاهلي، ان انت ما تفكرش في حاجه حتى لو في مشكله خارج ارض الملعب، ما تفكرش في حاجه غير الملعب فقط. ازاي اكسب البطوله وازاي ارضي 70 75 80 مليون اهلاوي، 80 مليون اهلاوي لازم اموت نفسي عشان ارضيهم، لازم يعني اعمل كل حاجه علشان اخلي ال 70 80 مليون اهلاوي دول عايشين في سعاده. يوم من الايام اللي لازم تقول عليها ايه اليوم الحلو ده بصراحه، يعني يوم حلو فعلا، ذكرياته كلها حلوه. يوم القضيه ممكن، لان القضيه دائما بتكون ممكن،